اختاروا رحيل صالح فاختار القتل، اختاروا السلمية فاختار الحرب، اختاروا إسقاط النظام فاختار إسقاط البلد برمته. 7 سنوات إذن في ميزان الثورة تمضي على خطى من جمر منذ قال الثوار كلمتهم ومضوا صوب ميقاتهم الموعود. 7 سنوات منذ تقاطروا كالمطر إلى ساحات الثورة وميادينها ليمضوا سيلا هادرا لم يوقفه شيء. في الذكرى 17 من فبراير تعود الحياة إلى ساحات الثورة وميادينها احتفاء باليوم الوطني في عدد من المحافظات. ها هم الثوار بآمالهم المتجددة، محاربين وناشطين وعسكريين ومدنيين هتفوا بالثورة وقيامها وطالبوا باجتثاث الفساد وتثبيت أركان اليمن الاتحادي. اليوم نحتفل بالعيد 7 للثورة الشعبية 11 فبراير تحت شعار فبراير اليمن الاتحادي، وبإذن الله بهذه المناسبة قريبا سوف تحرر تعز ونعلن قيام جمهورية اليمن الاتحادية، يمن لجميع اليمنيين. بدأ فبراير يتيما في مأرب التي اعتادت أن تكثف أبلغ صور الابتهاج بهذا العيد، كما أن الخدمة المدنية لم تعلن عنه كإجازة بصفته عيدا وطنيا رسميا. للعلم ثورة 11 فبراير لا تقتصر على المهرجانات والمسيرات المعبرة عن الروح النضالية لدى ثوار فبراير من الشباب الذين ناضلوا منذ 7 سنوات والذين انتقلوا من معركة القلم إلى معركة البندقية. طبعا للعلم اليوم الاحتفائية في محافظة مأرب لم تكن بالشكل المطلوب، لم تلبي آمال شباب ثورة فبراير الذين يتوقدون شعلة واحدة للانطلاق نحو بناء الدولة اليمنية الحديثة. للأسف كانت اللجنة التحضيرية فاشلة بامتياز. يعزو البعض ذلك إلى كونه يأتي نتيجة لتوغل الثورة المضادة في مؤسسات الدولة التي جاءت بها الثورة. يحتفل اليمنيون بفبراير في المدارس والشوارع والجبهات. لقد أصبح فبراير وعيا جمعيا لدى كل فئات الشعب بثورتهم، وتأكيدا أن شباب الثورة لم ينسوا تضحيات رفاقهم ولا أهداف ثورتهم، في تأكيد واضح على رفضهم ازدواجية معايير الثورة وأهدافها. نحن ثوار فبراير المرابطون في ساحة العزة والشرف نرفض عودة القيادات العسكرية والأمنية للنظام السابق لكي يتصدروا المشهد السياسي بعد أن سلموا المدن والمعسكرات للميليشيات الإنقلابية. غير أن من رأوا في الثورة مركباً لعبور المرحلة سرعان ما تقفزوا منه في أول موجة للثورة المضادة، لم يتحملوا الكلفة الباهظة لمضامين الثورة ولا أهدافها. ستظل ثورة فبراير رغم أعدائها خطوة في درب اليقين ولا رجعة عنها.